بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. طبعا احنا دلوقتي بنرحب بعضو جديد من اعضاء برنامج الثوره وهو الدكتور محمد ابراهيم منصور، وبنقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا حضرتك دكتور واحنا في بنشهد اليوم يوم تاريخي من ايام مصر وعرس جديد، وهو ان احنا نرى نتيجه من نتائج الثوره، وهو البرلمان منتخب ينتخب الشعب ويحقق مطالب الشعب ومطالب الثوره. فايه شعور حضرتك اليوم والنهارده اول جلسه من جلسات هذا المجلس ان شاء الله؟ شعور اولا بالفرح بان الشعب المصري بدا يشعر بحريته وبدا يشعر بانه صار يملك قراره، صار الشعب المصري يرسم مستقبله بنفسه. الشعب المصري أصبح الآن يمكنه أن يشارك بفاعلية في بناء مصر جديدة، مصر التي كنا نحلم بها، مصر التي كنا يعني نقرأ عنها، مصر التي نريدها، مصر الرائدة في العالم العربي والإسلامي بل في العالم كله، تأخذ مصر مكانها مرة تانية بأبنائها، بجهود أبنائها، بعقول أبنائها، بسعد أبنائها، بدون استيراد لأفكار ولا لأنظمة. لا، مصر قادرة على أنها تقوم بنفسها وأبنائها، مصر قادرة على أنها تصل الحبال مع هويتها، تصل الحبال مع تاريخها المجيد، تاريخها الذي قادها فيه صلاح الدين وقادها فيه قطز وقادها فيه عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. مصر التي ينتظرها العالم اليوم، مصر ينتظرها اليوم العالم كله حتى يعني يرى ما يصنع هؤلاء الذين انتخبهم الشعب. جزاكم الله خيرا وان شاء الله ربنا يوفقكم لتحقيق مطالب الشعب ومطالب الثوره ان شاء الله، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.